السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم كتاب المهارات المهنية، ده خاص بالصف الرابع الابتدائي. ده من أحد المواد اللي الوزير مقرر علينا السنة دي، المواد الجديدة مادة اسمها المهارات المهنية. أنا جايبة لكم كتاب سلاح التلميذ. أنا الصراحة أول مرة أشوف المادة دي، أو أول مرة تنزل السنة دي، حاجة جديدة خالص. وكمان ان هي نزلوا لك كتاب خارجي، ما يعني انا اتفاجئت لما لقيت الكتاب. الكتاب حلو، ادخلوا اتفرجوا عليه، كتاب كامل، ده كتاب سلاح التلميذ كامل. وانا بقول كلام تاني برضو اللي قلته قبل كده، عشان اللي بيشوفني اول مره، اللي بيتفرج عليا دلوقتي لاول مره، يدخل على القناه هيلاقي كل الكتب الخارجيه موجوده على القناه بجميع انواعها وجميع المواد، سواء كان عربي او رياضه او انجليزي او ماس او ساينس او علوم او دراسات، جميع المواد. سلاح التلميذ، الاضواء، بيت باي بيت، الباهر، الماهر، قطر الندى، جميع انواع الكتب الخارجيه اللي انتوا عايزينها هتلاقوها موجوده على القناه، قناه ماما وزياد التعليميه. ادخل على القناه واشترك في القناه واعمل تخصيص للجرس، اهم حاجه تخصيص للجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها، وتابعوا معايا بقيه الدروس اللي هنزلها قريب. واعملوا لايك للفيديو او اعجاب دلوقتي وانتوا بتتفرجوا معايا عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وشيروا الفيديو، ناس كتير قوي بتسال على الكتاب ده. انا صراحه اول ما وصل لي او اول ما لقيته موجود حبيت اشارككم معايا. الكتاب حلو قوي، ادخلوا اتفرجوا عليه، كتاب كامل، اول مره انزل كتاب كامل. يا رب الكتاب يعجبكم، ولو لقيت بعد كده كتب تانية لسه بتنزل برضو هنزلها، تابعوني على القناه، ويا رب القناه تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.